المحاورة واللي عدنا عن محمد جواني وتهجمه وتهديد البيسان اسماعيل وانس الشايب واستهزاء بطارق الباشا. طبعا بنفس الوقت هجم متابعين مملكة القصاص على الخاين. فللدخول على المقطع ما تشوفون مع بعض سلايكات وكومنتات وياي ومكتوب عليها تعليقات بالانجليزي ومكتوب كنا ويا فهد. بالنسبة لمحمد جواني فمحمد جواني نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات كاتب شكله مخرج باب الحارق قابض باليورو يعني اشتروك نصيحة ابعد عني واسمي وعن اي حدا بيخصني لانه راح تشوفوا شيء ما راح يعجبكم. طبعا يا حبايب حاب اني اشكركم انه هالمرة انتم اخذتوا دور محققكم وكشفتوا اللعبة بالكامل وحطيت لهم ديسلايكات وشكرا على الصدقة اللي كانت غلط. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات اشتركوا بهذا الخبر وتهديد محمد جواني البيسان اسماعيل وماي الجمال. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هي أسو، فأسو نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وهذه الستوري كانت تبكي بي، وقالت من خلاله راح تنزل مقطع باكر، وحتقول شو سبب البكاء، فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو تتوقعون سبب بكاها. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو جواني، فجواني نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وهذا الستوري أول شيء حاب إنه يوضح إنه مستحيل راح يطلع يرد على ماي الجمال وأنس وبيسان مرة ثانية، وراح ينهي الموضوع، وطبعا بنفس الوقت من خلاله إنه راح ينزل مقطع يوم الاثنين، وبنفس الوقت راح ينزل أغنية جديدة نهاية الشهر، رحتكم هذه الستوري تشوفوها. حطينا شي 10% من الشغلات اللي عنا ما بدنا نوضح حدا قلنا خلاص بس توضيح صغير كرمال المتابعين مبين الفيديو كتير وجعهم للناس الثانيين على كل حال مالنا بسيرتهم اللي ما شاف الفيديو يروح يحضره ويشوفه نحن مستمرين يوم الاثنين عنا فيديو بيجنن راس الشهر عنا غنية حلوة كتير اوكي الحماس كمان اذا طال الامر وكتير صار في اسئلة على مواضيع كتير حابين نحكي عليها راح اعمل حلقة اسئلة واجوبة بالاسبوع الجاي شو رايكم نعمل حلقة اسئلة اكتبوا لي الله يسعد لي مزاكم. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفوا من حقيقه موفلوكت واخفاء الاسم انس وصاله من التعليقات اللي عنده. هم اللي سالوا بصراحه ما ادري وكان اتوقع انه انس وبيسان هم اللي خفوا اسم انس وصاله بما انه موفلوكت ما يفتهم بالعربي ما يعرف يحط اسمهم يتوقع بكلمات محظوره. اما بالنسبه للدليل ندخل على اخر مقطع نزلوا ننزل بعد التعليقات ونروح نكتب اسم انس وصاله بعدين نروح على كلمه الاحدث اول عمود افضل تعليق وتعليق الاشخاص اللي خفوا ورايا. بعد ما نحفظهم زين نروح نعيد الحساب عشان نشوف التعليق اللي حيطلع للناس او لا. ما غير الحساب ننزل بعد التعليقات ونروح على كلمه الاحدث اول راح نشوف انه تعليق ما ظهر ولما تعليق اشخاص ثانيين ظاهر. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وحركه فهم الاسم انس وصاله من ناري بيوتي وهل انس وبسان هم ورا هذا الموضوع او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن انس واصاله وهل هي كانت تقصد نور ستار او لا. اصاله نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات حاطه بيه فلتر تصغير خشم وكانت كاتبه بيه اذا ريد فيديو من الايام اسوي عمليه تصغير خشم فراح يكون مثل هذا الفلتر. المتابع توقع انه هي تقصد نور ستار بما انه هي سوت عمليه خشم يعني ولكن ما توقع انه هي تقصدها بسوء يعني بس مجرد تقصدها مثلا. وهل تتوقعون يا حبايب اكتبوا لي بالكومنتات انه ممكن اصاله تسوي عمليه تصغير خشم او لا. وصلنا لنهاية المقطع جوكم لا تحطون لايك تركوا بالقناة شاركوا فيديو زي ما قدمت القصص وبس مع السلامة.